لا انا بس كنت عاوزه اقول اتفضلي يا هانم اتفضلي. كنت عاوزه اقول للشباب بسياده النائب مصطفى جندي ومحمد انه احنا البرنامج اللي ذكره وزير الشباب خلصنا تدريب 29,000 في 1200 ورشه، لكن احنا لسه عندنا 11,000 سيتم تدريبهم. فمن الشباب الموجودين هنا اي حد مهتم، ده تدريب على التقدم للمحليات، على اللي ما قاله المهندس مروان اللي هو تحديد مشكله المجتمع المحلي، وضع تصميم لمشروع، والمحافظين بيحضروه. فهو بيتيح فرصه المحافظ بيبقى موجود بشكل شهري انه بيبقى فيه تصميم وتحديد لمشكله في المجتمع المحلي. ده مركزي في القاهره بس؟ لا يا فندم، احنا ما بنشتغلش مركزين خالص، احنا بنشتغل في 30 محافظه. فاحنا عندنا لسه مكان ل 11,000 شاب في ال 27 محافظه، ل 11,000 شاب تقدموا للمديريات، الورش شغاله، 1200 ورشه خلصوا، ولسه عندنا 5,000 مناسبه بنعملها تجمعات في القرى. فارجوكم تقدموا لمديريات التضامن ولمديريات الشباب. في تقديم تقدم الكتروني موجود اونلاين وموجود، يروحوا المديريه. ف 11,000 مكان متاح سياده المحافظ مش بس في ال بي. شكرا.